عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة إلى الواجهة من جديد، آخر أخبارها من تركيا التي أعلن وزير دفاعها ياشار جولر أن بلاده لا تفكر في سحب الجنود الأتراك من سوريا لأن التهديد الإرهابي لبلاده لا يزال ماثلا، مضيفا أن أنقرة شددت مرارا على أنها لن تقبل بأي شروط مسبقة تؤدي لإجراء مفاوضات مباشرة مع القيادة السورية. جولر أكد في مقابلة تلفزيونية أن الرئيس رجب طيب إردوغان يريد السلام بصدق وأن صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده يعد أهم مرحلة لإحلال السلام هناك. كما قال وزير الدفاع التركي أنه يعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.